دولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يسعدني ويشرفني بداية أن أرحب بكم ضيفا كبيرا وعزيزا على شعبنا الفلسطيني في زيارتكم التاريخية الأولى إلى فلسطين، التي تكن لكم شخصيا والجمهورية الهند والشعب الهندي الصديق أسمى مشاعر المحبة والتقدير العميقة، وأن تلبيتكم هذه الدعوة لزيارتنا تؤكد على عمق العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين بلدينا، والتي ستسهم دون شك في المزيد من تنمية وتطوير أواصر الصداقة الراسخة بين شعبينا. وفي هذا الإطار فإنني أقدر عاليا مواقف الهند النبيلة والمشرفة ومنذ عقود طويلة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. فالهند العظيمة بشعبها وقيادتها الحالية وقيادتها التاريخية السابقة وقفت على الدوام إلى جانب الحق والعدل والسلام في فلسطين، وكانت إحدى أولى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 88. أيها السادة، لقد عقدت جلسة من المباحثات المثمرة والبناءة مع دولة رئيس الوزراء مودي، وكانت فرصة طيبة لاطلاعه على مجمل الأوضاع والتطورات في فلسطين وفي الأقاليم، وتبادلت مع دولته وجهات النظر فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام وإخراج العملية السياسية من مأزقها بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وانسداد الأفق السياسي بعد قرارات الرئيس الأمريكي حول القدس واللاجئين. وأود هنا أن أؤكد على تمسكنا بالعمل السياسي والمفاوضات طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وفق حل الدولتين على حدود 67 وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وإننا لم ولن نرفض المفاوضات أبدا، وكنا وما زلنا على استعداد لها. إن تشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام تشكل السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات. وفي هذا الإطار فإننا نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين من خلال دورها التاريخي في حركة عدم الانحياز وفي جميع المحافل الدولية، وقوتها الصاعدة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، ولما له من أثر على الأمن والسلم العالميين. دولة الرئيس، رئيس الوزراء، كانت فرصة سانحة اليوم للتعبير لدولتكم عن مدى الاحترام والمكانة التي تحظون بها شخصياً
من خلال قيادتكم الحكيمة والشجاعة، وفي إرساء ركائز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم. وتقديرا لذلك، فقد تشرفنا اليوم بمنحكم أعلى وسام في فلسطين، وهو القلادة الكبرى لدولة فلسطين. هذا، ولا يفوتني أيضا أن أعبر عن شكرنا وامتناننا على قرار حكومتكم الكريم بتمويل عدد من المشروعات الهامة التي ستسهم في بناء مؤسساتنا الوطنية وخدمة أبناء شعبنا، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي نريد لها أن تزدهر في العديد من المجالات والقطاعات. وفي هذا الصدد نؤكد حرصنا على التعاون المشترك لتعزيز العلاقات في المجالات الأمنية ومحاربة الإرهاب حيثما وجد. مرة أخرى أحييكم دولة الرئيس، وأتمنى لكم على الدوام موفور الصحة والنجاح، ولجمهورية الهند وشعبها الصديق تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار. عاشت الصداقة الهندية الفلسطينية، والسلام. Your Excellency, President Mahmoud Abbas, members. فخامة الرئيس محمود عباس. أعضاء الوفدين الفلسطيني والهندي، السيدات والسادة الإعلاميون، الحضور الكريم، سيداتي وسادتي، صباح الخير. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في رام الله في الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي. هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي هنا في فلسطين. فخامة الرئيس عباس، أود أن أعبر عن امتناني وشكري على كلماتك اللطيفة واللبقة والترحاب الحار والاستثنائي الذي تفضلتم بلقائنا به أنا ووفدي المرافق. فخامتك، اليوم لقد تكرمت فخامتك اليوم بتشريفي وتقليدي بأعلى وسام شرف في فلسطين، وهذا يمثل مدعاة للشرف، وأنه لشرف عظيم لجمهورية الهند بأسرها، وهو يظهر مدى تقارب العلاقات ما بين بلدينا. ولهذا الشرف أود أن أعرف عن امتناني بالنيابة عن مليار و 125 مليار هندي. الهند وفلسطين تحظيان بعلاقات تاريخية متينة وصلبة صمدت أمام اختبار الزمن. إن دعمنا للقضية الفلسطينية أصبح محورا ثابتا في سياستنا الخارجية، لا ينقطع ولا يتزعزع. ولذلك فإنه يسعدني أن أحظى بهذه الفرصة لأقف هنا اليوم إلى جانب الرئيس محمود عباس، والذي هو صديق للهند منذ فترة طويلة. لقد تشرفت باستقباله خلال زيارته لنيو دلهي في شهر أيار العام المنصرم.
يسعدني أن أجدد صداقتنا، ونجدد دعم الهند. أثناء هذه الزيارة، خاصة عندما زرنا تكريم الضريح التذكاري لأبو عمار، هذا كان شرف لي، حيث أن القائد الراحل أبو عمار ياسر عرفات كان أحد أعظم القادة في التاريخ، ودوره في القضية الفلسطينية دور كبير. أبو عمار أيضا كان صديقا مقربا للشعب الهندي، وتجربتي في زيارة ضريحه كانت تجربة غير مسبوقة لي، ولزيارة المتحف أيضا. مرة أخرى أريد أن أشيد بذكرى الراحل أبو عمار. سيداتي وسادتي، الشعب الفلسطيني أظهر صلابة وشجاعة مقطوعتي النظير في مواجهة التحديات والمحن. لقد أبديتم عزيمة صلبة في التغلب على التحديات، على الرغم من تزعزع الاستقرار وانعدام الأمن الذين يقفان عائقا، فإنهما قد كلفا الكثير لدى جميع الأطراف، وقد يهددان بخسارة مكاسب تحققت بمعارك شاقة ومضنية. إن قيامكم بذلك في مواجهة هذه الصعوبات والتحديات بحد ذاته جدير بالثناء. نحيي ونحترم روحكم وإيمانكم للسعي من أجل غد أفضل. إن الهند شريك فخور منذ زمن طويل، وهي فخورة بجهود فلسطين في بناء الدولة، ويمتد تعاوننا ليشمل مجالات التدريب، التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية، مساعدة المشاريع، ودعم الميزانية. وكجزء من مبادراتنا الجديدة، فإننا نعكف على دعم إنشاء حديقة تكنولوجية هنا في رام الله، وهي حاليا طور التشييد، وفور انتهائها نأمل بأن تخدم هذه المؤسسة كمركز مهاراتي وخدماتي يسهم في خلق الوظائف. الهند أيضا تتعاون على إنشاء معهد الدبلوماسية في رام الله، ونحن على ثقة بأن المعهد سيقام كمنشأة تدريبية عالمية المستوى للدبلوماسيين الفلسطينيين الشباب. إن تعاوننا في بناء القدرات يشمل التبادل التدريبي على المدى الطويل والمدى القصير، المدين الطويل والقصير، ومؤخرا تم تعزيز حصة فلسطين من البعثات الدراسية في مختلف المجالات المتنوعة، منها المالية، الإدارة، التنمية الريفية، تكنولوجيا المعلومات، وذلك في مؤسسات ريادية تعليمية هندية. وأنا سعيد أنه خلال هذه الزيارة سنقوم بدفع عجلة تعاوننا التنموي إلى الأمام، حيث ستقوم الهند بدعم مشاريع لإنشاء بنية تحتية صحية وتعليمية، إلى جانب إنشاء مركز لتمكين المرأة ودعم الصحافة المطبوعة. نحن نعتبر هذه الجهود بأنها لبنات لبناء الدولة الفلسطينية القوية. وعلى صعيد الثنائي اتفقنا بتعميق تعاوننا من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة. والعام الماضي ولأول مرة حصل تبادل بين الوفود الشبابية الهندية والفلسطينية. إن الاستثمار في شبابنا ودعم مهاراتهم
هي أولوية لكلانا لنا لبلد لكلا بلدينا. وكما هو الحال في الهند فإن فلسطين تحمل نفس الطموحات لشعبها الشاب ولمستقبل شباب فلسطين، تشابه تلك التي نحملها لشبابنا في الهند، حيث هناك فرص لتقدم الازدهار والاعتماد على النفس والاعتماد على الذات. فالشباب هم مستقبلنا وهم ورثة صداقتنا. يسعدني أن أعلن أن من هذا العام فصاعدا سنقوم برفع المشاركة الشبابية من 50 إلى 100. سيداتي وسادتي، في نقاش خلال نقاشات مباحثاتنا اليوم قمت مرة أخرى بتطمين وإعلام الرئيس عباس بأن الهند متمسكة برفعة مصالح الشعب الفلسطيني، وتتمنى الهند بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة أن التجسيد المبكر لهذه الدولة يتم بالوسائل السلمية. تباحثت والرئيس عباس حول التطورات الإقليمية والعالمية الأخيرة والتي لها الأثر على السلم والأمن في فلسطين وعملية السلام أيضا. تتمنى الهند أن يتحقق الأمن والسلام في هذه المنطقة، ونحن نعتقد بأنه في نهاية المطاف أن الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية يمكن تحقيقه من خلال الحوار والتفاهم، والذين من شأنهما أن يقودان المنطقة إلى تعايش سلمي. إن دائرة العنف وعبء التاريخ يمكننا التغلب عليهما فقط من خلال الدبلوماسية المكثفة وتبادل الأفكار والرؤى. ونحن نعلم بأن هذه ليس بالأمر الهين واليسير، لأن الكثير من الأمور، لكن يجب أن نواصل المحاولة لأن هناك الكثير من الأمور على المحك. فخامة الرئيس، أشكرك على كرم ضيافتكم. أود أيضا أن أنقل تحيات 1.25 مليار هندي وأمنياتنا الصادقة والخالصة بالتقدم والازدهار للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا.